يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. كان نفسي وانا بقابل حضراتكم النهارده على شاشه الاهلي اقول لكم مبروك. الحلم كان السنه دي كبير وكان مختلف وكان ليه مقدمات. يمكن نكون زعلانين شويتين عشان كنا بنحلم وكنا شايفين ان احنا قادرين نحقق انجاز جديد في بطوله كاس العالم للانديه، وخصوصا ان الجيل ده حقق كتير من البطولات في فتره بسيطه جدا، وخاض تجربه كاس العالم وحقق ميداليه برونزيه على حساب نفس المنافس بالميراس. يمكن لانه شايفين كره الاهلي وسكواد الاهلي السنه دي مختلف وقادر يروح بينا لبعيد ويوصل للمباراه النهائيه. يمكن لانه بالميراس نفسه احنا واجهناه في نسخه قبل كده وقدرنا نتجاوزه، وبالتالي كان احساسنا بقدرتنا على تجاوز او تكرار نفس النتيجه وتجاوزه مره ثانيه ووصول المباراه النهائيه قريب جدا مننا. ولكن قدر الله ما شاء فعل، هارد لك للاهلاويه وعلى الحلوه والمره معاه. ده الشعار اللي رفعه جمهور النادي الاهلي بعد ما المباراه انتهت مباشره. ويمكن كمان اللي زود شويه حتتين كده، يعني انه اداء النادي الاهلي في نهايه المباراه كان مختلف تماما عن بدايتها. طبيعي جدا، طبيعي جدا وانت بتلعب بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه، بطل كوبا ليبرتادوريس مرتين على التوالي زيه زي الاهلي. بنتكلم على الكرة في أمريكا الجنوبية وما أدراك من أمريكا الجنوبية، ما هي أمريكا الجنوبية. ولكن في النهاية أعتقد أنه كان ممكن نلعب جيم أفضل من كده. والأهم من ده، ويمكن ده يكون شعار الأيام اللي جاية، أنه البرونزية الثالثة هي أفضل تعويض. هنتكلم على ماتش الأهلي والمنافس الذي لم يتحدد بعد. يمكن بعد دقائق من دلوقتي تبدأ مباراة تشيلسي والهلال، تشيلسي الإنجليزي طبعا والهلال السعودي، ويتحدد على أساس نتيجتها مين هيواجه النادي الاهلي في مباراه يوم السبت ان شاء الله اللي هتتلعب الساعه 3 بتوقيت القاهره في المباراه الثالث والرابع. لكن في النهايه فرصه مهيئه جدا ان شاء الله. خدوا بال حضراتكم، مهم جدا، وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي على قد ما هو زعلان على قد ما هو مقدر، زي ما شفنا رجالتنا في بطوله افريقيا قد ايه عملوا اللي عليهم وقد ايه واجهوا ظروف كتير جدا صعبه. بطولة كانت الأصعب على الإطلاق بالنسبة للمنتخب المصري، ومع ذلك الحقيقة قدروا يفرحونا مرة واثنين وثلاثة. ولكن في النهاية الناس يمكن بتزعل من خسارة مباراة أو خسارة نهائي أو خسارة بطولة، لكن ما تزعلش من الرجالة، عملوا اللي عليهم. بقول كمان إنه الأهلي شارك في البطولة دي وإحنا عارفين ومتفقين إنه الفريق الوحيد اللي شارك في البطولة بدون ما يكون عنده الفرصة الكاملة، ودي تفرق كتير جدا في بطولة بحجم كأس العالم للأندية. احنا مش بنتكلم على بطولة قارية، احنا بنتكلم على بطولة عالمية، بطولة فيها أبطال قارات مش أبطال دول، وبالتالي كل واحد منهم جاي ومهيئ نفسه إنه عنده القدرة على المنافسة. وعشان يقدر ينافس لازم ياخد فرصة كاملة، ولازم يكون تكافؤ في الفرص. والأهلي للأسف اشترك في البطولة دي وهو محروم من الفرصة الكاملة ومحروم تماما من تكافؤ الفرص. لكن قادرين إن شاء الله، والحلم مش بعيد والحلم قريب، ونقدر زي ما عملناها مرتين نعملها بإذن الله الثالثة في النسخة اللي جاية ونوصل المباراة النهائية. هسأل حضراتكم سؤال حلقتنا اللي هيكون موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، مين هم أفضل ثلاث لاعبين في مباراة امبارح مواجهة الأهلي مع بالميراس؟ في انتظار آرائكم واختياراتكم. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا، تعالوا نروح مع حضراتكم لأهم الأخبار والعناوين. الكابتن الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي بالإمارات، والأهلي يتواصل مع اللجنة المنظمة للمونديال بشأن تذاكر مباراة الثالث والرابع. اتحاد الكرة بيعلن إلغاء غرامة $10,000 لكيروش ويستقر على موعد رحيل فينجادا. والهلال يواجه تشيلسي في نصف نهائي مونديال الأندية. وعالميا ليفاندوفسكي يرحب بالانتقال لريال مدريد. طيب خليني أقول لحضراتكم أنه بعد نهاية المباراة كان في اجتماع عقده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة طبعا، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. واتكلم فيه كابتن الخطيب بمنتهى الصراحة مع اللعيبة، هو طالب منهم بداية أنه خلاص بالميراس صفحة واتقفلت، لا هنتكلم في سلبيات ولا هنتكلم في إيجابيات. وإن كنت أعتقد طبعا أنه اعتقد ده واجب طبيعي جدا على كل واحد انه يراجع نفسه ويراجع اخطائه، لان احنا مستنيين منكم في بطوله زي دي دايما انكم تقدموا افضل ما عندكم. واتكلم على انه الرد الوحيد هو التركيز في المباراه اللي جايه، وانه لعيبه النادي الاهلي عليها انها تعرف
انها بتلعب في فرقه بطوله، وانها لازم تكون واثقه في امكانياتها ولازم تكون واثقه في قدراتها. وبالتالي بيقول كابتن خطيب للاعيبته ولاعيبه النادي الاهلي انه البرونزيه هي السبيل الوحيد لاسعاد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه يوم السبت. طيب خليني اخد حضراتكم احنا على بعد دقائق من بدايه لقاء تشيلسي والهلال، المباراه اللي هيتحدد على اساسها طرفي النهائي والمباراه الثالث والرابع، وبالتالي يتحدد منافس النادي الاهلي الاقرب والمنطقي، والتوقعات كلها بتصب طبعا في مصلحه انه تشيلسي يفوز وانه الاهلي هيواجه الهلال، لكن كره القدم عودتنا ان ما فيهاش شيء محسوم مقدما. خلينا نروح لزميلنا من ابو ظبي زميل العزيز امير هشام، يقول لنا كده ويكلمنا على استعداد النادي الاهلي من ناحيه واجواء ما قبل مباراه تشيلسي والهلال، وخصوصا ان هو موجود قدام ملعب محمد بن زايد، الملعب اللي هتقام عليه المباراه كمان دقائق بسيطه جدا. امير مساء الخير. مساء الفل عليك يا احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قول لي الاول، طبعا يمكن هنتابع مباراه تشيلسي والهلال على اساس انه الطرفين اللي هيلعبوا المباراه الاول والثاني والثالث والرابع هيتحددوا على اساسها، اجواء ما قبل المباراه شايف ايه؟ الحضور الجماهيري هل زي ماتشات الاهلي ولا في اختلاف؟ يعني هي اجواء رائعه يا احمد، لا في حضور جماهيري جيد جدا خصوصا من الاشقاء السعوديين اللي اكيد يعني بالنسبه لهم مباراه اليوم مباراه تاريخيه مع تشيلسي، حاجه ولا في الاحلام. يعني زي ما احنا كنا بنلعب البايرن كده السنه اللي فاتت في دور نصف النهائي في كاس العالم للانديه، مباراه رسميه مع بطل اوروبا، طبعا بيبقى ليها طابع خاص عند الجماهير العربيه خصوصا لما يكون النادي اللي بيشجعوه بيشارك في هذه المباراه. بالتالي جمهور الهلال في بالمناسبه بعضهم بيشجع تشيلسي وجايين عشان يشجعوا تشيلسي مش الهلال السعودي، لكن الاغلبيه طبعا يشجعوا الهلال السعودي في هذه المباراه الهامه. الملعب بصراحه يا احمد ممتاز وحلو جدا واجواءه رائعه وشكل مدرجاته يعني كويس جدا جدا جدا، افضل من ملعب اللي بيلعب عليه الاهلي النهيان. هو استاد طبعا كويس لكن ده اكبر، ساعته اكتر، الشكل العام بتاعه احلى بكتير بصراحه، وبالتالي اجواءه بتبقى افضل بكل تاكيد، وامور في الحقيقه غايه في الاهميه. خليني كمان اقول لك ان في اهتمام كبير جدا بهذه المباراه، اهتمام اعلامي على المستوى العربي والمستوى الاسيوي، لان الهلال طبعا بطل اسيا بيقابل بطل اوروبا تشيلسي، فبالتالي ايضا اهتمام على المستوى الاوروبي. تشيلسي مش في افضل حالاته بصراحه خلال الفتره اللي فاتت في الدوري الانجليزي، تعادلات كثيره وهزائم اخرى كثيره مع توماس توخيل، رغم ان هو كان بادي الموسم بشكل اكثر من رائع، لكن عنده غيابات كتير جدا مأثره على الفريق بشكل او باخر في الحقيقه. لكن تبقى بطوله كاس العالم للانديه هدف من اهدافه سواء كجهاز فني او لاعبين، خصوصا ان هم بيمتلكوا القوام الاقوى في هذه البطوله، وده امر مؤكد لان هم بطل اوروبا يعني، وبيلعبوا باسلوب يعني جيد جدا بيقدر يساعدهم بشكل او باخر ان هم يفوزوا باي مباراه، خصوصا لما تكون في فارق في المستويات، ده امر مؤكد. لكن بالمناسبه الهلال عنده قائمه ممتازه جدا من اللاعبين وعندهم طموح كبير قوي، حتى لو انا بتكلم مع جماهير الهلال يعني في بعضهم متوقع ان هم يكسبوا واحد النهارده واثنين كمان، والبعض الاخر متوقع ان يوصلوا لاوقات اضافيه وضربات جزاء ترجيحيه وممكن تكون فرصهم اكبر، ففي حاله تفاؤل كبيره عندهم. احنا طبعا بنتمنى كل التوفيق للاشقاء السعوديين ونادي الهلال السعودي الشقيق، وايا كان مين اللي يعني هنقابله في مباراه الثالث والرابع يعني اهلا بيه، الاهلي اكيد جاهز وان شاء الله باذن الله يقدر يعني يفوز بالميداليه البرونزيه. لو هنقابل تشيلسي برضه هتبقى فيها صعوبه يعني اكيد، لان تشيلسي فريق كبير حتى لو خسر النهارده يعني، لكن في كل الاحوال الاهلي عنده هدف مهم جدا وهو الحصول على الميداليه البرونزيه. بالتالي خليني اكلمك على الاهلي شويه واستعداداته للمباراه المقبله. طبعا يعني هم اكيد البعثه كلها هتقعد تتفرج على المباراه النهارده مش من الملعب، احنا بس المتواجدين النهارده في الملعب يعني عايزين نتابع ونشوف الاجواء عشان نطلع من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ننقل كل كبيره وصغيره بتتعلق ببطوله كاس العالم للانديه. لكن الفريق والجهاز الفني في الحقيقه في مقر الاقامه هيتفرجوا على هذه المباراه عشان يشوفوا هيقابلوا مين في المباراه القادمه على المركز الثالث، ده فيما يتعلق بهذه المباراه والاهلي. لكن استعدادات الفريق نفسه النهارده اجازه تامه، مفيش اي
يعني تدريبات غير يعني بعض التدريبات الاستشفائيه في صاله الجيم لبعض اللاعبين، بالتحديد كمان اللاعبين الدوليين تحت يعني اشراف دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، ودكتور محمد وفائي اخصائي العلاج الطبيعي، ودكتور طبعا احمد ابو عبله طبيب الفريق، ومن خلال ايضا كابتن سامي قمصان المدرب العام في فريق النادي الاهلي وفي الجهاز الفني للنادي الاهلي. يعني مواعيد طبيعيه جدا، الغداء والعشاء، وفي ما عدا ذلك كمان كان في طبعا اجتماع مهم وانت اتكلمت فيه يا احمد، هو اجتماع مهم جدا جدا من الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، وطالبهم جدا ان هم لازم خلاص يقفلوا صفحه مباراه بالميراس ويركزوا في اللي جاي عشان على الاقل تقدير نخرج بالميداليه البرونزيه، بعد ما كان الطموح بعيد في البطوله دي ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، لكن الظروف طبعا كلنا عارفينها سواء ما قبل او اثناء هذه البطوله يا احمد، وده اللي ممكن يكون اثر على الاهلي وطموحه في هذه البطوله بشكل او باخر، لكن في كل الاحوال متفائلين جدا بكلمه كابتن او مستر بيتسو موسيماني امبارح في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، واللي قال ان احنا هنيجي السنه الجايه ان شاء الله هناخد افريقيا ونيجي ونحاول نوصل ونحقق طموحنا من خلال الوصول لنهائي كاس العالم ان شاء الله. فالامور عاديه، اللاعبين بالمناسبه مفيش اصابات الحمد لله، الكل جاهز، ممكن نلاقي بعض الاسماء، ممكن تلاقي محمد عبد المنعم بيلعب في المباراه اللي جايه، هيبان الكلام ده في تدريبات بكره وبعده قبل ماتش يوم السبت ان شاء الله باذن الله. فالامور جيده وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق يا احمد، ولو عندك استفسار طبعا انا معاك اتفضل. ردود الافعال بعد الخساره امبارح يعني تحديدا على مستوى الجماهير، الناس اللي استقبلت ده ازاي؟ شايفه قدره الاهلي ازاي في المباراه اللي جايه؟ يعني هل انا عارف ان احنا محققين 2 برونزيه قبل كده، وبالتاكيد طبعا جهاز فني واللعيبه والجماهير كلها نفسها في الماتش اللي جاي تحقق ميداليه برونزيه جديده، لكن هل اختلفت الدوافع الروح اللي احنا شفناها عند جماهير نادي الاهلي في الماتشين الاولانيين وخصوصا قدام مونتريال المكسيكي، ما زالت موجوده حتى رغم الخساره امبارح؟ لو بتتكلم عن الجمهور اللي موجود هنا يا احمد، فلا يعني في جماهير كتير شايفه ان الاهلي عمل شوط تاني بالتحديد مميز جدا، وكان قريب ان هو يحرز اهداف، يعني لولا طبعا خروج ايمن اشرف وتعرضه لحاله طرد ده ممكن يكون اثر على الاهلي في هذه المباراه، لكن في نفس الوقت عندهم تفاؤل ان احنا ممكن في مباراه المركز الثالث نقدر نفوز بالميداليه البرونزيه، وده امر. طيب يعني فقدنا الاتصال مع امير، ولكن الحقيقه يمكن خليني اقول انه ده جزء كمان من يعني الناس امبارح كانت بتسال كتير قوي ليه ما ابتديناش المباراه زي ما نهيناها، شكل الاهلي، شخصيه الاهلي، قدره الاهلي على انه يضغط ويستحوذ ويمثل خطوره، وحقيقي احنا كنا قريبين جدا يعني كذا كوره امبارح كانوا ممكن يغيروا نتيجه المباراه، بس اللي احنا متفقين عليه انه احنا دخلنا في الجيم متاخرين، ودي حاجه ما حدش فينا يقدر يعني انت وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون كده هتقول ليه ما ابتديناش كده، لكن هو قرار صعب جدا ان 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 انت تلعب في مباراه تحديد طرف نهائي او الوصول للمباراه النهائيه قدام فريق بحجم بالميراس وتلعب الجيم المفتوح ده. مباراه مونتري تكتيكيا كانت مختلفه، والفريق المكسيكي الحقيقه اللي انا بشوفه على فكره بالمناسبه هو مونتري المكسيكي كسب الجزيره النهارده 3-1 وكده حقق المركز الخامس، ده الهدف الثاني طبعا اللي احرزوه، اجادوا الهجمات المرتده، انت تقريبا هم غلطتين في الماتش بس غلطتين، وهنا بقول بقى التركيز المستمر اللي محتاجينه من رجالتنا 90 دقيقه، مفيش هفوه، مفيش سقطه واحده في المباراه، هنا غلطتين كلفوك هدفين، ورغم كده الحقيقه يحسب لرجالتنا ان هم لعبوا جيم ولا اروع، وكنا قريبين جدا. طبعا يعني في كلام طبعا على التحكيم، انا مش يعني الكلام مش كلام ما اقصدش بيه ابدا شماعه، يعني في النهايه امبارح بالميراس يستحق المكسب، لكن اقصد اقول كره احمد عبد القادر فيها شك كبير انها ضربه جزاء، حكم تاني فار تاني كان ممكن يقول ضربه جزاء والسيناريو كان يختلف. طرد ايمن اشرف لعبه طبعا عنيفه جدا او تدخل حقيقه في تهور كبير جدا من ايمن، وايمن لاعب كبير، ايمن لاعب عنده خبره كبيره جدا ولعب ماتشات كتير صعبه في افريقيا وبره افريقيا، وبالتالي كان فيها تهور كبير جدا، لكن تستحق طرد مباشر طبعا. في حكام، في انا تابعت اراء يعني محللين او حكام كبار، في ناس قالت لك انه في تدخل عنيف جدا يستدعي انذار، ليه؟ لانه ايمن لعب الكوره
يعني ايمن هو اللي لمس الكوره مش لعيب بالميراس، وبالتالي يستحق بس انذار. لو ما كانش لمس الكوره او ما كانش لعب الكوره كان ممكن ياخد طرد، ولكنها في النهايه كلها خلاص يعني مش هنتعامل مع الامور او مش هنفتح ملف المباراه دي. الفرصه راحت علينا من قبل ما نروح البطوله، وخلينا نتفق مع حضراتكم انه اغلب جماهير النادي الاهلي بنخش كل ماتش حتى واحنا ناقصين 14 لعيب. يعني يكفي انه الاهلي وانت داخل ماتش مونتيري براك 14 لعيب اساسي او 14 لعيب تقال، يعني فرقه كامله انت داخل جواك حاجه بتقول نقدر. مش 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 اي نادي يحقق، مش اي نادي يوصل لجمهوره الاحساس ده والمشاعر دي. فكره انك انت قادر حتى في اصعب الظروف دي حاجه تحسب للاهلي، وقدرنا وعملنا جيم حلو، والروح يمكن كانت واضحه جدا وهي اللي عوضت الفوارق في الملعب، وقدرنا نعمل جيم كويس جدا جدا على الكوره. مش نخطف فوز، الاهلي ما خطفش فوز قدام مونتيري، الاهلي كان ند بند ووصل كتير وضيع كتير جدا، وكان ممكن لو موفقين في اليوم زي ده نكسب مونتيري المكسيكي، هو فريق محترم جدا سكور كبير. لكن امبارح بعض الاخطاء، بعض اللاعبين ما كانوش في اعلى مستوياتهم، ما كانوش في اقصى درجات التركيز. الفريق خدوا بالكم احنا بنلعب بطوله كبيره جدا، واحنا ما اتجمعناش بقالنا يمكن اكتر من شهرين. الاهلي رايح يلعب كاس عالم انديه والفرقه ما اتلمتش وما اتجمعتش، الفرقه اتجمعت 24 ساعه قبل المباراه، وطبعا كان الله في عون السوليه وايمن وحمدي وشريف جايين من رحله طويله جدا وجايين من مجهود بدني شاق جدا. وفي الاطار ده لازم اشكر حمدي بصراحه، حمدي الحقيقه ولد ما جابتوش ولاتها، راجل بكل ما تحمله الكلمه، معدن الاهلي الاصيل. عمل امبارح جيم رغم انه طبعا يعني كان يعني مرهق جدا، قدم بطوله قويه جدا، واحد من اكتر اللعيبه. خدوا بالكم في لعيبه جوه الملعب دايما بتبقى هي القلب النابض زي ما بيقولوا، يعني دوره في الملعب المجهود، دوره في الملعب هو مطلوب منه يكون واحد من اكتر اللعيبه اللي بتبذل مجهود. وحمدي الحقيقه عامل بطوله ولا اروع مع منتخب مصر، وبالتالي يكونه ينزل بالروح دي وبالاداء ده وبالمستوى ده يحسب لحمدي فتحي الحقيقه، لازم اوجه له رساله شكر. قبل ما نروح ليوم السبت، انا بيتهيألي انه احنا محتاجين ندخل في نفس الحاله اللي كانت قبل ماتش مونتيري، واعتقد انه النهارده ال 24 ساعه الراحه اللي ادها مستر موسيماني هتفرق كتير جدا في فوقان اللعيبه واستعاده الدوليين كمان لطاقتهم والمستوياتهم مره تانية. تعالوا نتفرج على اهداف مباراه مونتيري المكسيكي والجزيره الاماراتي في مباراه تحديد المركزين الخامس والسادس. هي المباراة أنا قلت لكم من شوية يمكن المباراة انتهت بتفوق بالميراس بنتيجة 3-1، تقدم الحقيقة يعني بكرة حصل فيها لخبطة من الدفاع وتمكن بالميراس من تسجيل المباراة، هدف كده بيقال عليه بلغة الكرة بالصدفة، يعني مش هقول بالصدفة ولكن زي ما حضراتكم شايفين كده التقنية الجديدة طبعا اللي وضحت تسلل محمد شريف، وهدف شريف الحقيقه يمكن كان ممكن برضه يدخلنا جدا في الجيم مره ثانيه امبارح. ضغط برضه بالميراس، استمر في الضغط، خطا يعني عنيف وساذج جدا من حارس المرمى، خروج في توقيت غلط في مكان غلط، تسبب في انه بالميراس احرز الهدف الثاني بسهوله مطلقه. مونتيري المكسيكي، بالميراس لسه معلق معانا، وهدف ثالث بمنتهى السهولة الحقيقة في الدقيقة 24، يعني بدري بدري زي ما بيقولوا، المباراة خلصت بدري قوي. الجزيرة ما تمكنش الحقيقة، أشقائنا الإماراتيين يعني ما تمكنوش من الصمود لوقت طويل قدام بالميراس، وفضلت المباراة الحقيقة تقدم مستمر لمونتيري. مش إيه بالميراس؟ مين بالميراس؟ بالميراس خلاص إلى أن تمكن طبعا الجزيرة من احراز يعني هدف حفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا في الدقيقه 90 من عمر المباراه، وانتهت المباراه خلاص. مونتيري مكسيكي خامس، الجزيره الاماراتي سادس، وفي انتظار طبعا النهارده مباراه النهارده يتحدد على اساسها طرفي النهائي وطرفي المركزين الثالث والرابع يوم السبت ان شاء الله باذن الله. سريعا جدا، الحمد لله طبعا عقوبه ماتش الكاميرون بايقاف كارلوس كيروش ماتشين، ده كان معناه انه ماتش السنغال اللي هنلعبه ان شاء الله بدايه في القاهره في المواجهه الاخيره في تصفيات كاس العالم كان هيبقى مش حاضر مع الفرقه، لكن الاتحاد الافريقي قرر انه يلغي العقوبه الماديه اللي كانت مقدره بحوالي 10,000 دولار، ويخفض عقوبه الغياب عن المنتخب بدل مباراتين تبقى مباراه واحده اللي هي الماتش اللي لعبناه خلاص، وبالتالي كيروش هيكون موجود معانا ان شاء الله في ماتش السنغال. وانا عندي كلام كتير قوي عن ماتش السنغال، احنا ما قدمناش كتير الحقيقه، وقدامنا ظروف كتير صعبه، وقدامنا غيابات مستمره ومؤثره،
هتستمر إلى مرحلة مواجهة السنغال ذهابا وإيابا 23 و29. لكن خلينا نروح لده مع نجومنا النهارده في السادسه، كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش هيشرفونا في الاستوديو. هتكلم معاهم على الصعوبات وعلى الطريقه الامثل، انجاز التعبير، ان احنا نشتغل على نفسنا، انه في حاجات كتير جدا ناقصه عندنا، وفي حاجات كتيره جدا وانت بتواجه واحد من اقوى المنتخبات في افريقيا عليك انك تاخدها في اعتبار وتحضر لها من دلوقتي قبل ما تروح للمواجهه الاصعب. انا بشوف ان مواجهه القاهره اصعب بكتير من مواجهه دكار، وان مواجهه القاهره هتحسم بنسبه 70 او 80% الطرف المتاهل. نتيجه ماتش القاهره هنا او برج العرب، يعني ما اعرفش هيتلعب فين المباراه، هتحسم بشكل كبير جدا مين الاقرب للتذكره. لانه الحقيقه اذا ما نجحنا في تجاوز المباراه دي بنتيجه ايجابيه بمكسب يعني واحد نتمناها اتنين، تفرق معانا كتير جدا في سيناريو مباراه العوده. والاهم من تسجيل كمان انك ما تستقبلش من السنغال هنا، لانه لو استقبلت من السنغال هنا حتى لو كسبت المباراه هتسهل عليهم جدا 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 مباراه دكار. هنتكلم على مباراه الحلم نحو البرونزيه الثالثه في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت، ايا كان طرف المواجهه، تشيلسي كان او الهلال. وهنتكلم على مشوار منتخب مصر في الاستعداد والتحضير لمواجهه السنغال ان شاء الله باذن الله والوصول لكاس العالم. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بعد سنوات من التألق في الكالتشيو الإيطالي وتحديدا طبعا مع فريق اي اس روما، جوليو سيرجيو نجم روما السابق ونجم وحارس مرمى ايضا سانتوس البرازيلي هيكون ضيفنا النهارده في السادسه. هنتكلم معاه عن كاس العالم ونتكلم معاه كمان عن البطولات الإيطالية المختلفة، وخصوصا انه لعب لسنين طويلة مع فريق روما الإيطالي. بداية طبعا اهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسة. مساء الخير على الجميع. جوليو سيرجيو، تابعت مباراة امبارح في كأس العالم للأندية، المباراة اللي جمعت بين الأهلي وبالميراس، ازاي شفتها وازاي شفت أداء لاعيبة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي؟ ما الأهلي sicuramente è una delle squadre più vincenti al mondo. الأهلي هو فريق عظيم ومن أكثر الفرق تلعب كرة جميلة في العالم ليس فقط في القارة الأفريقية. أنا متأسف لهزيمة الأهلي بالأمس بالرغم أنه برازيلي، لأن الشيء الذي لفت انتباهي أن جماهير الأهلي بالأمس كانت حزينة حتى وإن كانت الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي الفريق بطل أمريكا الجنوبية. هذا يدل على عظمة هذا النادي وعظمة طموحات الجماهير، لأن الجماهير حزينة لأنهم لم يذهبوا إلى نهائي كأس العالم للأندية، وإن دل ذلك يدل على عظمة النادي وطموحات هذا الفريق. هو جزء الحقيقة من 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 حالة الحزن اللي موجودة عند جماهير نادي الأهلي مرتبط بفكرة إنه إحنا كنا مرشحين ومؤهلين لتحقيق ميدالية جديدة في تاريخ النادي الأهلي، كنا مؤهلين ومرشحين للوصول للمباراة النهائية، لكن الأهلي واجه ظروف قاسيه جدا الحقيقه حرمته من عدد كبير من اللاعبين الاساسيين قبل بدايه البطوله. من وجهه نظرك مين الاقرب لمواجهه بالميراس في المباراه النهائيه، تشيلسي الانجليزي ولا الهلال السعودي الزعيم بطل اسيا؟ الحديث الآن بعد المباراة نستطيع أن نتحدث بسهولة. أريد أن أضيف شيئا فقط قبل التحدث عن بطل كأس العالم. مدرب الأهلي بالأمس احترم فريق بالميراس أكثر من اللازم وتراجع في المباراة، أتحدث عن بداية المباراة، تراجع. إذا ما بدأ المدرب كما بدأ في الشوط الثاني كان الأهلي قد يصنع الحدث وكان قد ممكن أن يفوز بالمباراة. الأهلي كان يجب أن يكون أكثر عدوانيا، كان يجب أن يتقدم ويغامر، وأعلم أنه ليس من السهل أن يلعب مع بالميراس مباراة، لكن الشيء الذي ظهر أمامي أن لعبت جيدا الشوط الثاني، لماذا لم تبدأ الشوط الأول بهذا الأداء؟ احترام بالميراس أكثر من اللازم هو من جعل الأهلي خارج الفاينل. يعني في عوامل كتيره جدا، يمكن مش عارف عندك معلومه ولا مثلا ثلاثه ولا لا، في ثلاثه من لاعبي النادي الاهلي اللي شاركوا في مباراه امس او اربعه تحديدا لانه حمدي فتحي نزل كلاعب بديل،
كانوا لسه من يومين بيلعبوا في نهائي بطولة أفريقيا مع منتخب مصر قدام السنغال، وبالتأكيد ظروف الإرهاق في بطولة بحجم الكان أو بطولة أمم أفريقيا، رحلة السفر بالتأكيد عامل بياخدها المدير الفني في اعتباره. أنا متفق معك. شاهدت بعض المباريات للأهلي وأتابع مدرب النادي الأهلي، لكن إذا كنت مكان مدرب النادي الأهلي كنت أفضل عدم البدء باللاعبين، لأن معلوماتي أن اللاعبين قد وصلوا فقط منذ 13 ساعة أو 14 ساعة، جاءوا من الكاميرون مرهقين جدا. الدفع بهؤلاء اللاعبين الدوليين كان خطأ يجب أن يعلمه المدرب، وكان يجب أن يتجنب هذا الخطأ، لأن شاهدت أن دكة احتياط الأهلي جاهزة ولديها بعض الحلول. لكن دعنا نتحدث في المجمل العام، الأهلي لعب مباراة جيدة في الشوط الثاني، العوامل التي ذكرتها أثرت بالطبع على مستوى النادي الأهلي. مين الأقرب لتحقيق لقب نسخة كأس العالم للأندية المقامة في أبو ظبي من وجهة نظرك؟ تشيلسي يلعب كرة جماعية، كرة سريعة، ويتحكمون دائما في الكرة. بالنسبة لي جوليو سيرجيو أرشح تشيلسي، قد يكون الأقرب لتحقيق اللقب، ولكن يجب أن ننتظر من سيفوز الليلة. إذا فاز تشيلسي الليلة قد يحقق اللقب أمام بالميراس، لأن تشيلسي جاء لكي يفوز بالبطولة، وتوماس توخيل تحدث في وسائل الإعلام أنه يريد تحقيق البطولة بعد الفشل في 2012 بالنسبة لتشيلسي كفريق. أندية بحجم سانتوس البرازيلي، انترناسيونالي البرازيلي، كورنثيانز البرازيلي، وكلهم أندية كان ليها تواجد سابق قبل كده في بطولة كأس العالم للأندية، ولكنها تراجعت أو اختفت من على الساحة، ويبدو أنه بالميراس هو ممثل برازيل وممثل أمريكا الجنوبية الرسمي في نسختين الأخيرتين من كأس العالم للأندية. Perché in Brasile il calcio c'è ancora da evoluire, no? لأن كرة القدم في البرازيل كرة لم تتطور كثيرا في الأيام الأخيرة، وهذا أيضا ما يؤثر بالسلب على مستوى المنتخب. إذا كنت تتابع المنتخب البرازيلي، في البرازيل لدينا العديد من المشاكل الاقتصادية الكبيرة، ومشاكل أيضا مع اللاعبين والتهرب من الضرائب، كل ذلك يؤثر. لكن بالنسبة لبالميراس، بالميراس وإدارة بالميراس، ودعني أذكر رئيسة بالميراس بالتحديد، تعشق كرة القدم وتهتم دائما بالفريق وتقوم بتدعيم الفريق لأكثر من لاعب، وهذا ما ظهر، لأن بالميراس لم يحقق كوبا ليبرتادوريس للعامين متواليين من فراغ. لكن هناك أتلتيكو مينيرو، فلامينغو، أقول من خلال قناة الأهلي قد يعودون في الأيام القادمة، وأيضا سانتوس. لكن أنا أتمنى أن يعود فلامينغو وسانتوس، لأن سانتوس فريق يلعب كرة قدم عظيمة، وقد كان وصيفا لبرتادوريس في العام الماضي. أتكلم معك شوية عن روما، اللي كتير من عشاقه توقعوا أنه مع تولي جوزيه مورينيو المسؤولية، مسؤوليته كمدير فني، أن روما يرجع مرة تانية للمشهد، لصدارة المشهد، ويقدر يكون بينافس على تحقيق ألقاب على الأقل محلية. ولكن فشل جوزيه مورينيو في سنة أولى لي مع روما، والحقيقة يمكن امبارح كانت صدمة الخروج من كأس إيطاليا أمام الإنتر. من وجهة نظرك أهم أسباب تراجع مستوى روما، وهل تتوقع أو يعني ترى أنه السيناريو الحالي يقود في النهاية إلى رحيل مورينيو عن إياس روما؟ بالنسبة لي يجب أن يبقى مورينيو في تدريب روما، لأن مورينيو يعد من أعظم مدربين كرة القدم في العالم ويقدم أداء جيد. لكن روما كروما ليس لديها اللاعبون ذات الكواليتي العالية التي قد تصنع الفارق أمام فرق عظيمة كالإنتر واليوفي. أنت ترى اليوفي كم من الميركاتو كم فعل، لكن روما لديها مشاكل اقتصادية. لكن أتمنى أن تصعد روما على الأقل تشامبيونز ليج، وقد يكون صعب في ظل تألق أربع فرق. لكن بالنسبة لي مورينيو، أنا أعشق مورينيو ومدرب يعشق الفوز والبطولات، لكن بدون لاعبون ذات كواليتي عالي
روما لن تفوز باي شيء وقد تخرج ايضا من كل بطولات اوروبا. مين الفريق الاقرب للقب الكالتشي الموسم ده من وجهه نظرك؟ io penso che giocherà l'Inter e Napoli. بالنسبه لي اعتقد ان الانتر ونابولي والميلان بات قريبا يراقب من بعيد الامور وفاز في الديربي سباليتي مع نابولي. الانتر الذي لديه سيموني انزاجي وفريق يلعب دائما على الفوز ويلعب دائما على البطولات، اعتقد ان الانتر قد يفوز بالدوري الايطالي للسنه الثانيه على التوالي، لكن مبكرا الحديث عن بطل الدوري الايطالي. والفريق الفريق الاقرب لتحقيق لقب الشامبيونز ليج السنه دي؟ بايرن ميونخ فريق قوي جدا. باريس سان جيرمان يجب ان يفعل شيء بعد كل الاموال التي ضخوها من اجل جلب افضل لاعبي العالم. ريال مدريد دائما مفضل ودائما البطوله المفضله لي، وتشيلسي ايضا قد ارشح تشيلسي، لكن بالنسبه لي اذا اخترت فريق واحد ساختار بايرن ميونخ. الحارس الافضل من ادرسون حارس مرمى مانشستر سيتي واليسون بيكر حارس مرمى ليفربول. انا ارى لماذا لم تذكر حراس المرمى الافريقيون؟ حراس مرمى الافريقيون انت ذكرت نعم مندي افريقي ايضا، لكن انا بسال على حراس البرازيل في الوقت الحالي، مين الافضل من وجهه نظرك، ادرسون حارس مرمى المان سيتي ولا اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول؟ صعبة، أنت تعلم صعوبة السؤال. مندي يفعل أشياء خارقة ويقدم أداء رائع. سؤال صعب الذي وجهته لي الآن، وبالنسبة لي مستوى الثلاثة الذي ذكرتهم قوي جدا، لكن كي أكون صريحا الثلاث حراس أقوياء جدا. رد دبلوماسي من جوليو حارس مرمى البرازيل وروما وسانتوس البرازيلي السابق. بشكرك شكرا جزيلا على وقتك، ونفتح الكلام على ماتش. مش عايز ابص قوي على اخطاء امبارح، لكن مفيش مانع نشوف ايه اللي ما عملناهوش كويس عشان نصلحه ونشتغل عليه قبل مباراه السبت، وبالتاكيد سواء كانت تشيلسي في مواجهه تشيلسي وده السيناريو الابعد يعني الغير متوقع، او كانت في مواجهه الهلال السعودي وهو فريق الحقيقه له كل التقدير والاحترام، فريق في منتهى القوه، هتكون مواجهه صعبه محتاجه شغل ومحتاجه تركيز ومحتاجه تكون عينينا على شخصيتنا وعلى امكانياتنا وعلى قدراتنا اللي نؤمن بيها عشان نقدر بجد نحقق البرونزيه الثالثه في كاس العالم. بعد الفاصل لقائنا هيكون مع كابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام ضيوفنا في السادسه، نتكلم فيه على منتخب مصر ونتكلم على المشوار الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. بندور على البرونزيه الثالثه. حلمنا كان لاول مره نوصل النهائي، كل المقدمات بتاعت بدايه الموسم بتقول ان احنا نقدر نعمل ده وانه حلم مشروع للاهلي وجماهيره، لكن الحقيقه ظروف كثيره جدا وقفت ضدنا، وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه الاهلي هو الفريق الوحيد اللي بيشارك في نسخه كاس العالم للانديه السنه دي واللي حرم من الفرصه الكامله الحق المشروع في المنافسه على البطوله. التوقيت، الغيابات، فترة التحضير والاستعداد ما قبل البطولة، كل دي عوامل أثرت بالتأكيد بشكل إيجابي، واللي احنا وصلنا له الحقيقة يحسب لنجوم النادي الأهلي ويحسب لروح الفانيلا الحمراء اللي كانت الحقيقة عنصر الحسم في تعويض كتير من الفوارق والغيابات في المباراة الأولى اللي كانت ولا أروع أمام مونتيري. ما حلفناش التوفيق امبارح، فرطنا فرصة كانت موجودة، بعض الأخطاء اللي يجب تلافيها في المواجهه المنتظره امام طرف لسه ما تحددش، واللي سمعوا ان المواجهه ناريه يعني وحماسيه جدا بين تشيلسي الانجليزي وبين الهلال السعودي. المباراه بدات بالفعل، وفي انتظار نتيجه المباراه اللي هتحدد طرفي المباراه النهائيه ومركز الثالث والرابع. خلونا نتكلم على مشوار الاهلي في المونديال، والاهم من ده الحقيقه لانه مرتبط بشكل غير مباشر كمان مشوار مصر
في مرحلة التحضير والاستعداد لكأس العالم مع اثنين من نجوم الكبار الحقيقة اللي بيشرفونا النهارده في السادسة، كابتن ماهر همام. مساء الخير كابتن ماهر. مساء الخير يا أحمد. هارد لك، كان نفسي النهارده نبارك ونهني بس الحمد لله، الحمد لله واللي جاي أحسن بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. بيشرفنا كمان كابتن محمد حشيش. مساء الخير كابتن حشيش. إزيك يا أبو حميد؟ نور الدنيا. الله يخليك نور. هارد لك برضو كابتن محمد. الحمد لله. الحمد لله. خليني أبدأ من تقييم عام للبطولة، يعني قبل ما أدخل على 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 ماتش امبارح بشكل محدد، شايفين مقدمات ما قبل البطولة ازاي كابتن ماهر وانعكاسها على الاداء اللي قدمه الاهلي في الماتشين لغايه دلوقتي، الماتش الاول قدام مونتريال المكسيكي والماتش الثاني امبارح قدام بالميراس؟ انت في البدايه يا احمد لخصت الظروف المعاكسه للنادي الاهلي في مشوار هذه البطوله بصراحه، يعني من ناحيه لعيبه المنتخب، من ناحيه اللعيبه المصابه، من ناحيه اللعيبه المجهده، يعني فعلا النادي الاهلي بيمر بظروف في منتهى الصعوبه يعني. وفي نفس الوقت طبعا انا مشفق على اللعيبه او على المجهود اللي بيقدوه، ومشفق على الجهاز الفني. من برضك مستر موسيماني في الفتره التحضيريه أيوة. الاولى احنا اتكلمنا فيها أيوة. ان قطاع الناشئين اخذ وقت كافي قوي ان هو يقدر يشوف عنصر او عنصرين، وفعلا في البطوله كان مقدم عنصر من ضمن العناصر اللي بدات تثبت وجودها. وفي نفس الوقت طبعا وجود اللعيبه الدوليين اللي هم جم مجهدين ومحبطين بضياع البطوله. انا احساسي يا احمد ان وجود اللعيبه الدوليين بعد المباراه الاولانيه ممكن تكون يعني اثرت سلبا، يعني لا مستر موسيماني خد حيز كبير جدا في التفكير. يعني الاول ما كانش اللعيبه الدوليين موجودين، فقدر يلعب للمجموعه اللي موجوده اللي هي بدات معاه في المشوار الاولاني، واللعيبه فعلا كل واحد منهم ادى اللي عليه وحاول يثبت وجوده. احنا بنتكلم على ان 25 لعيب من افضل 25 لعيب موجودين في افريقيا والعالم العربي، ما بنقولش اساس احتياطي، ما عندناش في النادي الاهلي اساس احتياطي. فاللعيبه ديت، ويمكن ذكرنا احمد في كذا قعده معاك انت بالذات، وقلنا اللعيبه دي كلها لعيبه دوليه اذا كان منتخب اولمبي او منتخب اول. مظبوط. فطبعا عندهم من الخبرات وعندهم من التحدي وعندهم من الاصرار ان هم يقدروا. ففعلا المباراه الاولى كان اداء النادي الاهلي مميز من ناحيه التنظيميه، من ناحيه الفنيه، من ناحيه الخططيه، كان لينا شكل ولينا وضع، فعشان كده قدرنا نسيطر بشكل كبير جدا على المباراه الاولى وفعلا قدرنا نكسبها. وفي نفس الوقت بدانا ندي ثقه لجمهورنا ان احنا قادمين. المباراه الثانيه حصل نوع من الاختلاف، بس زي ما بقول لك ممكن مستر موسيماني يقول لك ابدا باللعيبه الدوليين ومعاهم رخصه، حشيش جايين من المنتخب فمهم جدا انهم يشاركوا. والخصم برضه يعني خصم كابتن حشيش مختلف، يعني بطل المكسيك غير بطل البرازيل، بطل كونكاكاف غير بطل امريكا الجنوبيه، وبالتالي وزنه بالنسبه يمكن احنا ادينا له اكبر من حجمه شويه. بص انا الفرقه اللي شفناها يعني كل الجمهور امبارح كان شايف الفرقه بتاعت بالميراس دي في المتناول بمنتهى الصراحه. بص احمد انا هبدا في يعني من قبل كده شويه عشان بس يعني اوجه الكلمه دي للجمهور، جمهور النادي الاهلي. احنا قبل السفر خالص نتيجه للظروف ونتيجه لحته كاس عالم الانديه اتاجل شويه عشان لعيبه المنتخب، واخدنا قصه في الموضوع ده. وبعدين لما الامر اتحسم خلاص ان الوضع زي ما هو واصابات كتيره ولعيبه مع المنتخب، كنا احنا بنقول يا ربي طب اللي ممكن يحصل، اللعيبه دي هتادي ازاي؟ معقول الناشئين هيادوا المباراه دي؟ كمان حاجه ان انت يعني كنت بتقول بعض الاقاويل وقتها لو تفتكروا، يقول لك معقول طب الاهلي يعتذر عشان ما تبقاش مشكله هناك، ما تبقاش يعني هزايم تقيله يعني. كان بعض الناس بتقول كده. فلما رحت ولعبت اول مباراه بالاداء اللي انت عملته وبالشكل اللي انت عملته، نديه واكثر من نديه مع الفريق مونتري، طمعت الناس وجددت الامال ان احنا لا ده احنا ان شاء الله هنعمل حاجه احسن من كل مره، هنوصل لابعد من البرونزيه. صح يا كابتن ماهر. بالظبط زي ما كابتن ماهر بيقول، موسيماني كان بين حاجتين بالنسبه للتوليف، يا يكمل زي الماتش الاولاني يا اما يستعين. انت كنت مع ايه؟ لازم يكمل. اولا في حاجه، انت بتستعين بلعيبه، يعني اللعيب الدولي واللي عنده خبرات واللي عنده حاجات كتيره، لو مجهد هيبقى اللعيب البديل يا كابتن ماهر اللي حتى ما عندوش خبرات هيبقى احسن منه. لان هي القصه في الاول وفي الاخر هي جري وسرعات وتركيز
انت بتتكلم على لعيبه منتخب غصب عنهم جايين من شهر موت شاق جدا، اعصاب وضغط عصبي وخساره بطوله وسفر على طول بعدها بيوم واجي العب. طب يعني ما كانش، انا في رايي ما كانش ينفع. انا كنت استمريت وكنت خليت الدكه تبقى قويه تحسبا لاي حاجه. ايوه هو هي المشكله بس انه لو كانت غلب في الماتش ده كان هيقولوا له ازاي اللعيبه الدوليه رجعت. يعني انا بس انا عندي عندي حجتي يعني زي ما حشيش قال، لكن في اوقات يا احمد انت محتاج شريف فيها خلاص حربه. ليه؟ احنا طبعا طاهر محمد طاهر اول مره بيلعب في المكان بتاع راس الحربه حشيش طبعا وادى بشكل جيد. صحيح. لكن طاهر معروف عنه اطراف الملعب جناح، يا جناح ايمن يا جناح ايسر تمام. فانت النهارده كنت ممكن شريف يبدا وطاهر والشحات، يبقى ده التوازن اللي احنا شايفينه في الخط الامامي. واخد بالك؟ بالنسبه للخط الخلفي احنا قلنا ايمن اشرف على اساس ان ايمن يعني في ناس كتير يا كابتن مال انا اسف بس بالمناسبه بتتكلم على يعني اسماء بعينها، في ناس كانت شايفه انه عبد القادر امبارح لما نزل انا معاه انا معاك يعني حمدي فتحي السلية ممكن يريح لان السلية حشيش واضح قوي انه مجهد لعب كل المباريات طبعا حمدي فتحي موجود حمدي فتحي طبعا حمدي فتحي كان مطلوب من البدايه واخد بالك. وبعدين عبد القادر اول تغييره بتدعم بيها نص الملعب، يعني اول تغييره من بدايه الشوط الثاني عبد القادر. فالنهارده تبص التغييرات اللي عملها مستر موسيماني في الشوط الثاني حشيش هي اللي احنا بنتكلم عليها. صحيح. من البدايه كنا نقدر ناخد وقت وناخد ثقه ونقدر نقرب للمرمى ونقدر يبقى عندنا فرص ايجابيه اكتر، لكن احنا قعدنا لحد التغييرات اللي عملها مستر موسيماني ورجع تاني للتشكيله الصح بدا يبان فعاليه النادي الاهلي بشكل كبير جدا على التلت الهجومي، الفرص اللي ضاعت العارضه شالت واحده في انفراد تصويبه، فهو ده شكل النادي الاهلي. ساعات بنتاخر يا احمد مع الفرقه الكبيره دي، ما ينفعش لما بتضرب جول وعم تضرب جول الثاني حشيش بيحصل نوع من الاحباط بالنسبه لك عشان تعوض بتاخد وقت بتاخد وقت. والله حتى رغم ان احنا كنا خسرانين 2 امبارح بس انا عايز اقول لك لغايه اخر دقيقه نقدر في احساس انت بتكلم بالزبط. نفسك بتقول نقدر بالزبط. يعني كره شريف لو كانت واقفه فيها لو جول فرقت معانا انت عندك جد. عندك مشكله كبيره ان انت اولا في البدايه عظمت قوي من بالميراس ولعبت بثلاثه ديفندرات منهم ناس مش قادره لانها جايه من اصل 10 مدربين يا كابتن حشيش بصرف النظر على اسماء من اصل 10 مدربين هيواجهوا بالميراس، كم منهم هيبقى متحفظ وكم منهم يبقى جريء ويلعب مباراه هجوميه؟ كان الاسماء مش بتكلم على انا بس انا بتكلم على الاداء في الملعب. انت مطلوب في حته الثلاثه الديفندرات دي انت مش نازل تدافع وبس. انت المفروض عندك الشق الهجومي اللي هو على فكره الشق الهجومي هو اللي بيدي للفرقه كلها الشكل، شكل فريق. ما اي حد في الدنيا بيعرف يدافع. المشكله ان انت لعبت بثلاثه فيهم ناس مجهده وتعبانه جدا وكان المفروض ان هم حد فيهم يكمل الشق الهجومي ده ما حصلش. على الرغم انه نفس السيناريو ده حصل في مونتري والشق الهجومي لعبناه كاجمل ما يكون بالظبط وصلنا ورحنا الناس بتكمل بتكمل. طيب بمناسبه مونتري خليني اقول طبعا حضراتكم عارفين ان انتم مش 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 غراب عننا في السادسه كل ماتش بنلعب بيلعبوا النادي الاهلي بنخلي الجمهور يختار افضل ثلاث لعيبه، فالناس اختارت افضل ثلاث لعيبه في ماتش مونتري. خلينا نعلن النتيجه. تمام. طيب نتيجة مباراة مونتري كان العائد للتألق بعد غياب واللي قلت له حتى بعد الماتش انت نفسك ما بتتفتحش اللي على كاس العالم ولا ايه، كان طبعا نجم النادي الاهلي محمد هاني هو اللي فاز باختيارات الجمهور وخد المركز الاول في مباراة الاهلي ومونتري في كاس العالم. المنافسة الحقيقة كانت شديدة لانه لعيبة الاهلي كلها تألقت واجادت، لكن المركز الثاني حسم وبعد الحقيقة برضو يمكن مش هقول بعد غياب قوي، لكن الحقيقة رامي يمكن موجود معنا السنة دي ويبدو ان رامي ربيعه بيستعيد جزء كبير جدا من مستواه ورامي ربيعه حسم المركز الثاني لصالحه. في المركز الثالث الحقيقه واحد من النجوم المتالقين واللي مستنيين منهم كتير كمان في اللي جاي علي معلول طبعا نجم النادي الاهلي هو صاحب المركز الثالث، وبكده كل واحد هاني ضاف لرصيده ثلاث نقاط ورامي ربيعه نقطتين وعلي معلول نقطه عشان يفضل او يكون الجدول بالشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه. ما زال اكرم توفيق اللي بنتمنى له طبعا سرعه الشفاء والعوده، واحد من اللعيبه المقاتله الحقيقه واللي عندهم روح كبيره في الصداره برصيد 12 نقطه، وراه حمدي فتحي برصيد 11 نقطه، بيرسي تاو في المركز الثالث 7 نقاط، علي معلول 6 نقاط بيرفع رصيده وبينفرد بالمركز الرابع، محمد هاني كمان بعد ما ضاف لنفسه 3 نقاط. شد حيلك يا هاني محتاجينك في اللي جاي طبعا. منتخب مصر المنتخب كمان اهم طبعا
جدا. محتاجين منك تركيز. بيطلع مركز خامس برصيد 6 نقط، وعمار حمدي برضو بنتمنى له سرعه شفاء برضو في رصيده 6 نقاط. وبعد كده بيجي زياد طارق الولد الصاعد الواعد باربع نقاط، رامي ربيعه 4 نقاط، كهربا طبعا اللي رحل عن صفوفنا بثلاث نقاط، والسوليه 3 نقاط، واليو ديانج واحمد عبد القادر 3 نقاط، والبقيه حضراتكم شايفينها على الشاشه. قبل ما اسمع راي نجومنا النهارده في الافضل واللي محتاج يشتغل على نفسه شويه، لانه في نجوم كبيره الحقيقه ما ظهرتش في احسن مستوياتها، وده بالنسبه للجمهور ما كانش ليه مبرر. لما اقول على السوليه كان يبدو مجهد، في مليون مبرر ومبرر عشان السوليه يبقى مجهد. لما اقول انه ايمن ما كانش في افضل حالاته نفس الحكايه، لما اقول انه شريف نفس الحكايه، لكن في نجوم ثانيه الجمهور بصراحه مش لاقي لها عذر، ومستنيين منهم يرجعوا في اسرع وقت ممكن. قبل ما نكمل كلامنا اسمحوا لنا والكلام على الماتش اللي جاي، ميدالية برونزية هي الحلم المشروع والمطلوب من جماهير النادي الأهلي في مباراة السبت اللي جاي. اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الهلال السعودي يخوض معركة عنيفة في مواجهة تشيلسي، ويمكن من ثواني قبل ما نرجع لحضراتكم مرة تانية في سادسة، يمكن لوكاكو طبعا أحرز الهدف الأول لتشيلسي. في جميع الأحوال يعني أعتقد أنه الطرف المواجهة اللي جاية مع الأهلي هيكون صعب. أنا الحقيقة بشوف أن فرقة الهلال من الفرق المحترمة جدا، عندها عناصر قوية جدا، بتلعب كرة محترمة جدا، وأعتقد حتى رغم تقدم تشيلسي أتوقع أنها يعني ممكن ترجع، عندها القدرة الحقيقة أنها تلعب مع تشيلسي. في النهاية هي مباراة صعبة على الفريقين. كنا بنتكلم على السيناريو الأفضل لبداية المباراة. أنا عايز أسيب اللي فات زي ما قال كابتن محمود الخطيب، تمام. نقفل على بالميراس إيجابياته بسلبياته. لأول مرة إلى حد ما لعبتنا عندها فرصة لالتقاط الأنفاس، صح. يعني النهاردة راحة، ودي أعتقد هتفرق كتير جدا معنا، وعندنا يومين تجهيز لمواجهة كان تشيلسي كان الهلال. هي مباراة صعبة طبعا. والأهم من كده أنها الفرصة الأخيرة أنك أنت تحقق حاجة في البطولة، لأنه الجماهير أعتقد الأهلي مش هتقبل، يعني هتبقى فرحانة بالبرونزية في ظل الظروف والمقدمات والمعطيات دي. أكتر حاجة شايف أنه لازم نشتغل عليها ونجهز قبل مباراة الثالث والرابع كابتن حشيش، هو طبعا تركيز طبعا اللعيبه كلها على ان هم يؤدوا ان شاء الله مباراه كويسه ايا كان طبعا المنافس اللي هيبقى موجود. ولو ان بالمنطق طبعا ممكن يكون الهلال، الهلال فرقه كبيره جداً. وعندها محترفين على مستوى عالي جداً وخبرات، فاحنا لازم يدرس الفرقه اللي هنلعبها لو هنقول الهلال، ويتحط التشكيل المناسب. وفي نفس الوقت ان انا برضو ما ضخمش من الفرقه قوي بتاعت الهلال، عشان انا برضو ده بيتسرب للعيبه ان احنا بنامن ونلعب كذا ومنمط الوقت، يعني زي الاعتقاد يعني. ده كابتن ماهر لفكره السيناريو، ماتش لسه ما تلعبش، فبالتالي سهل نحط الافتراضات بتاعته. هل حضرتك تطالب انه الاهلي يلعب جيم مفتوح؟ كان الهلال كان تشيلسي، انا بشوف الفرقتين يعني فرقتين محترمين، يعني فرقتين ممكن تشيلسي طبعا اكيد يبقى يعني في حته تانية او اعلى شويه، لكن برضو الهلال بطل اسيا وزعيم الكره الاسيويه وفريق طبعا عنده شخصيه البطل طبعا وهيلعب وعنده الدافع انه يحقق الميداليه البرونزيه، فهي بالتاكيد جيم صعب. شايف انه الاهلي يلعب زي ما ابتدى الشوط الثاني، ولا برضه يبتدي المباراه بسيناريو متحفظ الى حد ما؟ هو التحضير يا احمد للفرقتين، يعني مستر موسيماني والجهاز الفني بيتفرجوا على الفرقتين واكيد بيحللوا الفرقتين من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه الخططيه، مفاتيح اللعب، الحاجات الايجابيه في الفرقتين، الحاجات اللي ممكن يبقى فيها ثغرات نقدر نستغلها. وده بقى علم موجود في كل الفرق الكبيره. مستر موسيماني بيذاكر كويس ومعاه الراجل المعد الفني اللي بيقدر يلخص له الجزئيه دي بالنسبه للفرقتين. فطبعا انا شايف ان تشيلسي بصفته ان هو يعني بطل اوروبا وكره اوروبيه، فرق بينه وبين الكره الاسيويه كتير. مش اقل من 30 40 سنه يعني في التقدم يعني. فانا شايف ان تشيلسي هيبقى اقرب بشكل كبير. احنا ممكن هيبقى تركيزنا مع الهلال زي ما حشيش قال، الهلال برضك زي النادي الاهلي ليه باع كبير جدا في اسيا، عنده بطولات، عنده شعبيه، عنده جماهيريه، صاحب بطولات اذا كان دوري او كاس او المنطقه العربيه، جايب 6 لعيبه محترفين لهذه البطوله، يعني هو عامل اعداد من الناحيه الفنيه والاداريه بشكل كبير جدا لهذه البطوله. احنا بالنسبه لنا عندنا خبرات 7 سنين وعندنا برونزيه مرتين. ايوه. وطبعا عايزين نصالح جمهورنا حبيبنا اللي هو يعني بيساندنا، بيساندنا بشكل كبير طبعا، لكن برضك جمهورنا بس عنده حد ادنى طبعا، طمعان في البطوله يعني، طمعان في البطوله طبعا. فزي ما قال حشيش هي مش على الحلوه والمره ولا ايه؟
لا على الحلوه والمره طبعا طبعا إيه؟ لكن عايز اقول لك ان احنا جمهورنا يعني ما شاء الله متعطش للبطولات، ما بيشبعش بطولات، وطماع وطماع، واحنا كمان واحنا كمان بنحب كده. فانا عايز اقول لك ان مستر موسيماني لازم يذاكر كويس قوي هو وجهازه الفني، وزي ما الحشيش لازم يختار الاستراتيجيه، يختار طريقه اللعب، يختار اللعيبه اللي شايفها بقى مش المجهده، اللعيبه الفريش، اللعيبه اللي فعلا تصلح لهذه المباراه. وانا شايف ان دوافع النادي الاهلي اذا قابل الهلال، النادي الاهلي طبعا بطل افريقيا، وانا شايف ان الكره الافريقيه اعلى من الكره الاسيويه بشكل كبير جدا. أيوة. واكبر دليل البطوله العربيه حشيش طبعا. البطوله العربيه واضح قوي فيها الاربع فرق اللي هي كانت بتمثل افريقيا او شمال افريقيا هي اللي كانت ليها الرياده وليها صحيح. اليد العليا في هذه البطوله. فاتمنى اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا تنظيمنا وادائنا يبقى زي المباراه الاولى واكتر كمان يا حبيبي. تمام. هي في نقطه بس عايز اقول لسؤالك اللي سالته، نبدا نامن طب انت بدات الماتش اللي فات مأمن دخل فيه جون دي ال 40 و 49 يعني انت فاهم ازاي؟ اه انت يعني ما بلغش حشيش في التامين. احنا بلغنا يا احمد، خدنا صوت كامل. انا دايما بحب اتكلم، بحب اتكلم مشاهد يعني متابع. تمام. انا بيوجعني قوي الجون المخطوف، يعني يعني انا اقبل كويس جدا ان الهدف يدخل فيا نتيجه انه في هجمه من تحت وبدا، بس مش في التوقيت ده يا احمد. التوقيت اللي هو في الدقيقه 40 يا حشيش بيبقى توقيت قاتل قبل ما تخش بين الشوطين. طبعا احنا امبارح احنا اتسرقنا يعني، خلينا نتفق. هم كانوا احسن وهم، لكن هم سرقونا يا احمد في عشان بس نكون صادقين مع الناس، في اخطاء دفاعيه كارثيه بصراحه. يعني يعني الجون الاولاني احنا ما نكون خط الظهر كابتن ماهر يعني كابتن مصر يعني بنبقى باصين لبعض عشان لو في زياده عدديه عليا لازم اكشف اوف سايد. فواحد هنا وواحد ما طلعش معاه اتلعبت الراجل راح هو هو والجون. كذلك كذلك يا كابتن ماهر في واحده ثانيه واخد بالك، والطريقه الثانيه ان انا كمان حشيش ما اعتمدش على مصيده التسلل، انت عارف طبعا ده لا 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 ده انا بس في حته الزياده العدديه اللي موجوده عليا بس هعمل الخطوه دي بالظبط. خطوه بقى يعني ده فكر لاعب. فكر لاعب. الكره الثانيه كمان مشكله المشاكل، الراجل ملعوبه ناحيه اللونج رايت ورامي ربيعه بيرجع ومستني الكره تتلعب بالعرض. طب الراجل رايح على الجون بالظبط، لازم انا اقطع الاول عليه على بال حتى ايمن اشرف اللي هو اتضرب يرجع بقى ترحيل واخد بالك اضايقه وانا اروح اضايقه بره البوكس يعني بالظبط. في حته برضو ثالثه ما احنا بنتكلم بصراحه علي لطفي يمكن نزل بدري شويه برضو في الحته دي هي كانت قريبه من يعني بتاعت مهما كان قوتها لو انا واقف هو ايده لو فوق 2 3 سم كانت الكره بتاعتك. فانت بتتكلم على جونين وانت بتلعب تامين دفاعي وبتلعب بثلاثه ديفندرات. طب لا يعني انا شايف بقى الماتش اللي جاي ان انت تلعب لعب النادي الاهلي ان لازم يعني هي مش مساله بقى طريقه اكتر منها توظيف لعيبه واجبات لعيبه على حسب الـ المنافس. انما النادي الاهلي النادي الاهلي دايما احسن ماتشاته لو رجعنا بالتاريخ انه بيضغط، ما كانش فيه الضغط ده موجود برضو ما شفناهوش الماتش اللي فات. لازم تضغط على اللعيبه وتحسسه ان انا راكب الماتش. الضغط ده لياقه وبعدين يا حشيش خد بالك يا احمد ممكن تبقى بعافيه شويه عشان كده بقول عشان كده بقول لك اختيار اللعيبه كابتن حشيش خلينا نبقى متفقين، الفرقه دي ما اتجمعتش من شهرين يعني انت ببطوله العرب وبطوله افريقيا تمام. فرقه النادي الاهلي ما اتجمعتش ما اتمرنتش مع بعض صحيح. ما استعدتش ما عملتش ماتش حتى في الدوري عندك بطوله محليه قويه الاهلي يلعب فيها ماتشات وتبقى الفرقه متجانسه واقفه على رجلها بقالك شهرين، غيابات واصابات طبعا. اكيد مأثر طبعا. لكن في النهايه الاوراق المتاحه قدامنا اصبحت واضحه، واعتقد انه النهارده مستر موسيماني بيفكر في الطريقه. هو اكيد طبعا هو دلوقتي دي معلومه هو والفرقه قاعدين بيتفرجوا على ماتش طبعا طبعا وبيحللوا الماتش وبيشوفوا بيشوفوا وطبعا هي هتبقى مباراه صعبه للاثنين يعني يعني برضه هتاثر شويه في الناحيه البدنيه، هم احنا هنبقى مريحين يوم زياده عنه. هل في وجوه كابتن ماهر، هل في اسماء محتاج انت شايف انها محتاجه تاخد فرصه من البدايه في مباراه الثالث والرابع ايا كان مين هيكون بيواجه الاهلي فيها، وفي اسماء محتاجه تريح شويه؟ بص يا احمد انا عايز اكمل كلام حشيش كمان في حته احنا لازم ندافع في حاله الدفاع المواقف يعني الدفاعيه وانت في الموقف الدفاعي في نص ملعبك تقارب الخطوط الثلاثه من بعض في ال 30 يارده حشيش بتدينا طمانينه بشكل كبير بس انا عايز اقول لك ان مشكله ولادنا فترات كتيره جدا بيحصل سرحان في الحته اللي ورا وشفنا في الهدفين اللي دخلوا فينا الجملتين اللي عملوا اتسرقنا بلغه الكوره اتسرقنا. فمهم جدا انك انت تبقى على يقظه
طول فترات الجيم الفترات اللي بتبدا تسرح فيها مطلوب من مستر موسيماني ان انا اصحصح اللعيبه دي الاداره الفنيه وذكاء الاداره الفنيه. ممكن استاذن الزملاء لو ممكن تجهزوا لنا لو معانا يعني الجولين بتوع بالميراس امبارح في الاهلي كابتن ماهر وكابتن حشيشي على اللي قلنا عليهم. وفي المباريات اللي بالشكل ده الكبيره يا احمد مهم جدا ان الفرصه اللي بتيجي الفرقه دي بتعرف تجيب. يعني عكس الدوري العام ممكن تروح مره مرتين ثلاثه اربعه ما تجيبش، لكن في الحاجات اللي هي اللي فيها احترافيه شويه نوادر بالظبط اقدر المستوى اقدر الأعلى. اجيب مستوى الاعلى. ثانيا انت اتكلمت على التشكيله او الناس اللي ممكن تبدا المباراه. انا شايف ان محمد عبد المنعم لازم يبقى موجود من ضمن الثلاثي حشي وانت يعني كده كده ايمن خلاص غايب الماتش اللي يعني خلاص يعني ايمن وقفش هيخش يعني طبعا بعدم وجود ايمن في الحته الخلفيه وقفشه انذاري وبعدين لازم شريف يخش. كره ايمن طرد من وجهه نظرك كابتن ماهر يعني فيها تهور برضك احمد خد بالك متفقين انها فيها تهور ده فيها طرد 100% فيها طرد 100% طبعا عشان نكون صادقين لان التهور زي ما كابتن ماهر بيقول وبعدين تهور مثلا مش داخل ولا مس الراجل ده انت واخد رجله الثابته يعني كان يعني ممكن يحصل فيها اصابه جامده كمان انه لاعب الكوره دي ما تخليهاش انذار بس لا لا لان انا داخل برضه في الاول انت عارف يا احمد حشيش كمان يمكن احنا اشتغلنا الجزئيه دي بيقول لك في التلت الدفاعي اياك والتهور في المنطقه الخطره دي ايوه اديله فرصه ممكن يضيع المناطق القريبه من المرمى لكن قرار واحد فيه تهور هو ده المشكله بالنسبه لنا كارت احمر وممكن يبقى ضربه جزاء نتكلم في الطريقه والتشكيل كابتن حشيش الاول بس في اسماء محتاجه تريح انتوا شايفين انه في اداء من انا بقول ان حسين شحات لازم يريح لازم يبقى موجود احمد عبد القادر شافه في حاله كويسه وبيعمل الفارق لما نزل الشويه الاخرانيه محمد شريف لازم يبقى موجود احمد عبد القادر هتوظفه ايه في الملعب يعني بدل قفشه بدل قفشه انا رايي طبعا محمد شريف لازم ياخد وياخد الثقه ويرجع عشان انت بعد كده محتاجه بقى في المشاوير اللي عندنا لسه ماتشات افريقيا والدوري وكده لازم ترجع له الحاله النفسيه الكويسه يا كابتن ماهر ان هو لو ربنا سهل ولعب وجاب جون هيشيل بقى الحاجات القديمه دي يعني امبارح قبل الماتش يعني انه الحته النفسيه اللي عند شريف لو دوست عليها اشتغلت هتطلع احلى من احسن حاجه واحد عايز يثبت للناس اللي كان موجود ان انا الوحيد اللي ما خدتش خلال الفتره وانا هداف النادي الاهلي وهداف مصر فلما اجي اديله في بطوله برده مش مثلا ده ماتش دوري لا في بطوله قويه زي دي ونزله من البدايه كان لازم ينزل من البدايه خصوصا ان هو كان مريح وكمان خصوصا دي كان فرقت قوي يلعب مع فرق بمستوى المنتخبات اللي احنا قابلناها وبعدين في حاجه كابتن ماهر يعني الفرق كلها مصنفه في حاجه كمان يا احمد لو المقارنه بين محمد شريف وطاهر محمد طاهر الفينش على الجون لا محمد شريف طبعا ده راجل هداف زي ما كابتن ماهر قال طاهر الاجناب شويه انما على الجون مشكله انت محتاج انك تجيب جون الماتش الجاي ده من نص فرصه لان ممكن ما تجيلكش كتير وده مشكله النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كلها لازم يستغل الفرص انا عايز اسالكم انتوا طبعا مدافعين كنتوا كبار والحته دي بتاعتكم يعني ملعبكم يعني مين في لعيبه النادي الاهلي شايفينه يتعب اي مدافع في حته الوان تو وان يعني مين اللي عنده القدره على الاختراق مين بيروح انا اقول احمد عبد القادر واحد على واحد رايح بس احمد عبد القادر قفشه طبيعه لعبه ان هو بيحب باسنج كتير واستحواذ وياخدها ويلعب الكره الطويله انما احمد عبد القادر يعني عنده حته الواحد على واحد دي هو حاببها وبيصر عليها وبينجح فيها فدي اللي بتعمل خلل عمل واحده امبارح هو ده اللي بيعمل خلل في المدافعين لان انت لو ابتديت يمين وتستحوذ وتاخدها وتنقلها ناحيه الشمال اللعيبه الثانيه مرصوصه قدامك هيفضل سايبك انت عارف ان الماتش اللي فات ده احنا الاستحواذ اكتر يعني احنا كان عندنا الاستحواذ اكتر بس استحواذ سلبي لازم الاستحواذ يبقى من قدام شويه يعني من نص الملعب وفي نقطه كمان يا احمد مهمه قوي حشيش تكمله نص الملعب لا بس انا عايز اسمع رايك انت كمان في الوان تو وان عارف ان ما حدش كان بيعدي منك بسهوله لا صعب مين في فرقه الاهلي شايفه النهارده يتعب اي مدافع او عنده القدره دايما انه يبقى مصدر خطوره شريف عبد القادر زي ما قال حشيش طاهر محمد طاهر ديانج لما بيجي من تحت السوليه لما بيجي من تحت
حمدي فتحي في الحاجات الكورسات العرضيه الحاجات الثابته بردك مؤثر بشكل كبير. طب نحط التشكيل المسنده حط لي التشكيل التشكيل الثابت باذن الله الامثل من وجهه نظرك. علي لطفي وكابتن حشيش لو موافق او ليك تمام يعني علي في حراسه المرمى الثلاثه بتوع خط الظهر اللي موجودين هيبقى ياسر وربيعه وعبد المنعم وبعدين اطراف الملعب او الاربعه بتوع نص الملعب هيبقى محمد هاني ناحيه اليمين هيبقى علي معلول من ناحيه الشمال هيبقى ديانجو حمدي فتحي ومعاهم عبد القادر وهيبقى انا في رايي يعني هيبقى الشحات وشريف وطاهر لا كده في واحد زياده في واحد زياده يبقى عشان احنا يبقى طاهر وشريف طاهر وشريف طاهر وشريف وعبد القادر قدام بالظبط تمام بالظبط طيب ما تاخدش حمدي فتحي مع الاثنين المساكين ما انت عندك محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد ومثلا طب خد فرصتك كابتن حشيش قول لي حمدي فتحي في نص الملعب هو عايز يلعب في نص الملعب هو هيلعب حته يعني اللي قدام عايزه يلعب زي ما كان بيلعب معانا في الدوري في اول الموسم بالظبط كده يلعب قدام مين الاثنين المساكين اللي معاه محمد عبد المنعم ومثلا ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم رايح ربيعه بالظبط كده علي معلول وعلي معلول وطبعا محمد هاني نص الملعب ديانج طبعا لا غنى عنه هو المشكله ان طبعا السوليه انا ممكن احنا كده بنتكلم على خمسه ورا تمام ماشي بتلعب ديانج السادس واحمد عبد القادر هتلعب احمد عبد القادر جنب لا يعني هيطلع قدام شويه الاصنا يعني مش عارف حاله السوليه هل لان انا حاسس انه مجهد قوي تمام وانا معاك برضو فهو يعني لو مش مجهد يبقى السوليه خلي السوليه جنبي على الدكه حسب الماتش ماشي مثلا لو هيلعب السوليه يبقى السوليه وديانج قدامهم احمد عبد القادر تمام يبقى انت عندك اتنين قدام مين محمد شريف وطاهر السؤال هنا ويمكن كنت بتكلم معاكم في الفصل وده سؤال ناس بتساله لويس ميكسوني بالنسبه لجمهور النادي الاهلي علامه استفهام راجل مفترض انه محترف واحنا متفقين انه مادام بجيب محترف اجنبي ده بالتاكيد معناه ان الفريق محتاجه او عنده قدره انه يبقى اضافه لامكانيات وقدرات الفريق وخصوصا كمان انه الراجل هو اللي مختاره يعني مستر موسيماني هو اللي اختار ميكسوني هو الحقيقه انا شفته في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت مع سيمبا ولاعيب امكانياته كويسه يعني مش شايفينه مش عارفين امتى في ظل الغيابات دي هو ملخص الموضوع ده يسال موسيماني عن الشخص اللي اختاره لان انت بقى له فتره كبيره موجود مع النادي الاهلي في الدوري العام ما لعبش الا حاجات بسيطه جدا وما اقنعش الجمهور حتى ما اقنعش المدرب اللي جابه فهو دلوقتي لازم يقرر لان في فتره جايه بعد كده وفي انتقالات هل هيكمل هل هيطلع اعاره هل هيعمل كذا 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 لازم لان انا جايب لعيبه كابتن ماهر ايوه بالظبط اضافه ليه المفروض ان هو يبقى اعلى من اللي عندي ما هو اللعيب المحترف لو مش اعلى من اللي عندي طب ما اجيب لعيب من الاشبال مش هيكلفني الكلام ده واثبت الموضوع دوت نتيجه للكاس الرابطه ان في لعيبه ابتدت تظهر طيب فما بالك لو خدوا فرص ممكن يبقوا احسن منه فيعني لازم اعاده حسابات في الحته دي وبعدين اللعيب المحترف يا احمد بيثبت وجوده يعني اللعيب المحترف من شوط من مباراه بيلفت انظار الناس وبيدي ثقه للناس وبعدين انت عارف زي البشره اول ما نزل البشره السمراء دي بتبقى محبوبه لجماهير النادي الاهلي فبيتعاطفوا معاها بشكل كبير جدا فهو مع الاسف يعني ما هي بطوله افريقيا كانت مليانه بشره سمراء يا كابتن ماهر احنا شفت وحوش في الملعب طبعا لا انت اتفرج على فريق زي السنغال ولا اتفرج على فريق زي كوت ديفوار لعيبه يعني يعني زي الكتاب ما بيقول سرعه جماعي وفردي جماعي وفردي بصراحه يعني ومناسبه الكلام على السنغال انا يعني يهمني جدا برضو كل التوفيق لنجومنا ان شاء الله في ماتش السبت ان شاء الله باذن الله قادرين نرجع الناس بقت متعوده على البرونزيه بتاعت كاس العالم ولا ايه طبعا لكن خليني اقول برضو سقف الطموح اللي بيزيد طبعا انا فاهم طبعا وعودتهم خلاص ان انت بتلعب مع الكبار انت كبير زيهم والجيل ده كمان عنده سبع مرات يا احمد فانت بتبص بقى للاعلى الدرجه الاعلى عشان كده احنا كان نفسنا على الاقل نصعد نلعب نهائي الاول يا الثاني كنا لها قريبه قريبه وخد بالك يا احمد يعني البطوله دي يعني باستثناء الفرقتين اللي احنا لعبناهم مش هم بتوع المواسم اللي فاتت بالظبط كده يعني انا هاخد من كلام موسيماني في المؤتمر ان شاء الله باذن الله كابتن خطيب وان شاء الله استاذ ياسين منصور باذن الله ان شاء الله من النهارده بنحضر باذن الله ان شاء الله باذن الله جماهير الاهلي
حاطه مسؤوليه عليكم ان شاء الله. السكواد الاهلي باذن الله لو حققنا تدعيم بقى على مستوى عالي ان شاء الله باذن الله نروح كاس العالم اللي جاي. مش بقى هدفنا المباراه النهائيه، هدفنا التتويج ان شاء الله باذن الله. طيب هاخدكم يعني بما ان سيره السنغال جت منتخب طبعا يعني قدموا بطوله الى حد كبير جدا مرضيه. عندي بس الاهم عايز اخد رايكم في الفتره، انا بشوفها فتره قليله، فتره ال 40 يوم. برافو عليك. الاهلي جاي من بطوله كاس العالم، هو اوريدي يعني بيلعب هناك، هو منهك جدا طبعًا. جدا راجع على افريقيا وفرق راجع على الدوري 40 يوم قبل ما تقابل نفس الفريق اللي واجهته اسود الترانج حقيقي يعني طبعًا. طبعًا. في الماتش الاولاني بتاع القاهره، الطريقه الامثل والتحضير للمراكز اللي يمكن هيعاني مستر كيروش من 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 وجود انت عندك لعيبه اكيد هتغيب عن البطوله طبعًا. دي ابرزهم طبعا اكرم توفيق، اعتمدت على اثنين باكات بس، فتوح وعمر كمال، وحتى لما عمر كمال راح لعبت امام. عندك مشكله كبيره عندك في الحته دي. تشتغل 40 يوم ازاي؟ هبتدي بكابتن حشيش. بص انا 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 في رايي ان الاهم في المهم، الاهم هو التصفيات اللي هم الماتشين دولت اللي بيوصلوك لكاس العالم، اهم من الدوري واهم من حاجات كتير. طبعا اللي هيقرر دي هو كيروش، هو اللي عارف، لان هو لغايه دلوقتي الناس. لا انا عايز اسمع راي حضرتك، انت شايف ايه الطريقه الامثل في ظل الالتزامات والارتباطات والبطولات المختلفه وال40 يوم والمنتخب الحقيقه عنده يعني احنا الروح محتاج شغل كتير، الروح عوضت لكن احنا بيني وبينكم نتكلم كوره كتير. لا محتاجين شغل كتير جدا. انت لو عايز تسالني انا لازم ادعم المنتخب، ماتشات الدوري اللي هترجع ماتشين في كل او ماتش كل 3 ايام دي هتزود الاجهاد على الاجهاد. في منطق تاني بيقول طب الراجل محتاج فيه مراكز، عايز يشوف البديل زي الباك رايت. أيوه. عايز يشوف بديل. اعتقد ان كروش خلال الفتره اللي فاتت من خلال ماتشات الدوري يا كابتن ماهر شاف في الدنيا كلها، مش محتاج صح. الدوري يتلعب عشان اشوف لعيبه. لا انت ركز تركيز بقى قوي على الحته دي، بغض النظر بقى الدوري يتلعب ماتش واحد في الاسبوع او من غير مثلا الدوليين، يعني انت فاهم ازاي تكمل الفتره الجايه دي، لان انت هتقابل مباراتين صعبين جدا جدا، والصعوبه انك الماتش الاولاني عندك والثاني هناك. أيوه. ومطالب الماتش الاولاني مش هتامن بقى يعني هتامن وكل حاجه، بس انت مطالب انك تحرز اهداف، فانت يعني انت هتلعب بسياسه مختلفه عن سياسه الامم الافريقيه اللي انت بتمط الوقت عشان تلعب ضربات جزاء. مش هينفع الكلام ده هناك بالزبط. يعني لازم الخطه او التكتيك او الاشخاص في الملعب يبقى في تشكيله تقدر تحقق لك المكسب الاساسي هنا. أيوة. لان هو القصه هتخلص من هنا مش من هناك. والماتش اللي انا كنت بقول في بدايه الحلقه كابتن ماهر ان ماتش القاهره اصعب من ماتش طبعًا. طبعا انا عايز اقول لك يا احمد طبعا الدوري صعب ان احنا نيجي جنبه. الدوري هيتلعب واخد بال حضرتك، وكمان الدوري عشان هو ده البوابه اللي بيشوفها الجهاز الفني اللي يقدر يختار من خلالها الاماكن اللي هو قال عليها. هو دلوقتي محتاج باك رايت، محتاج باك ليفت. طب ما هو افريقيا كمان هتتلعب يا كابتن ماهر. افريقيا حتى طبعا حتى الاهلي الزمالك هيبتدي المشوار والاهلي هيخلص البطوله وهيبقى عندك دوري وافريقيا. بالظبط. عايز اقول لك يا احمد ان انا محتاج كل اسبوع او 10 ايام تجمع للعيبه المنتخب. ليه؟ عشان انا محتاج المباراه اللي هنا ههاجم فيها، يبقى انا لازم اشتغل على جمله او جملتين احفظ فيها لعيبه منتخب مصر. خلاص بعد كده يبقى لازم عندنا مباريتين حبيتين يكون متوسط المستوى اشتغل عليه على التكتيك. انا مكان اللعيبه كابتن ماهر، انا مكان اللعيبه عايزني هروح دلوقتي. بتقول لي هلعب دوري وهلعب افريقيا، مش هو لعيبه الاهلي والزمالك اللي هلعب منتخب صح؟ قوام المنتخب دوري والعب افريقيا والعب ماتشين مباراتين وديتين. انا معاك ده بالعكس انا عشان بقول كمان اطمن جمهورنا. بس هي السؤال هنا اطمن اللعيبه على السيستم اللي هلعب. هوصل 23 لكن مارس لكن حالتي ازاي؟ احنا مشكلتنا يا احمد محتاجين شغل كتير جدا. من الحاله الفرديه، من الحاله الجماعيه، من حاله التكتيك اللي احنا هنلعب بيه، الجمل التكتيكيه، لانك انت المباراه هنا عندك مباراه هجوميه بالنسبه لك 70% و30% تقسيمها. أيوة. 30% في الجانب الدفاعي حشيش طبعا. فالنهارده لازم شغل المجاميع ده يا احمد محتاج ان انا اجمع المنتخب وابدا اشتغل معاه. انا لا رايي يا كابتن ماهر في الموضوع ده، وبعدين لازم مباراه حبيه حشيش او أيوة. مباراتين. ما انا هقول لك على المباراتين دول طبعا من الناس تمام. الوقت هيبقى صعب بالنسبه للمباراتين. انا في رايي ان المنتخب خلال الفتره اللي فاتت دي
خاض كاس العرب ولعب مع مدارس مختلفه، قابل في كاس افريقيا يمكن لعب اربع نهائيات بدايه من كوت ديفوار والمغرب ونيجيريا و و و يعني انا اقصد ان هي محتاجه بقى زي ما انت بتقول اللمه عشان روح بالزبط. الامم الافريقيه تفضل معاهم هم بس حته ترتيب اوراق وترتيب طريقه لازم وتفكير. اقفل الحشيش قبليها ب 10 ايام يا احمد قبليها، لان احنا المعسكرات الطويله هي اللي بتجيب الروح، هي اللي بتجيب الاداء. المعسكرات الصغيره كل 3 4 ايام ما بقاش ليها تاثير بشكل كبير. يعني تدعيم المنتخب، الوجوه اللي من وجهه نظر حضراتكم كابتن ماهر هبتدي مع حضرتك، لازم تاخد فرصه مع المنتخب اللي جاي. عندي مراكز ما فيهاش بديل او بلجا لاعاده توظيف لعيبه في غير اماكنها، اهمهم الباك اليمين اللي بالمناسبه لا اكرم توفيق ولا عمر كمال اساسا باكات يمين بالظبط. يعني محمد هاني من النادي الاهلي، وانا شايف محمد هاني يعني حان الوقت بقى محمد انك انت الحمد لله 4 مين اخذت الثقه في البطولة الدولية اللي احنا بنلعبها. نمرة 2 هو محتاج باك ليفت، الراجل حمدي ده اللي هو بتاع بيراميدز انا شايفه برضك من ضمن الباكات. محمد حمدي من ضمن انت محتاج ترجع الثقة بقى لشريف الحتة بتاعت راس الحربة، لان هو قال برضك انا محتاج راس حربة خلال الفترة اللي جاية، فهو عنده 3-4 اماكن محتاج ان هو ياخدهم من خلال مباراة الدوري ان شاء الله القادمة من خلال الرؤيه الفنيه للجهاز الفني. اللي بيقدمه الاهلي في كاس العالم سهل انك تقول له وانت بتلعب في مباراه الثالث والرابع العب جيم مفتوح وعبر عن شخصيتك وهاجم وجازف. هل تتوقع ان مستر كيروس في ماتش السنغال هنا في القاهره ممكن يلعب بنفس الطريقه دي ويفتح يلعب جيم مفتوح ويهاجم؟ مش لازم يلعب يعني جيم مفتوح، بس لازم يبقى في شق هجومي، لازم يكون في حاجه بتتعمل يا كابتن ماهر. ما تبقاش انت بتدافع والترك الثانيه متاخده وعامل عليك هجمه، لازم انت ما عندكش شكل هجومي. انت بتلعب على مثلا غلطه في نص الملعب تلعب لصلاح فتخطف المباراه يعني بالظبط. انت طويلة. لازم وبعدين لازم الفرقه تبقى كتله واحده، ما يبقاش فيه، لان السنغال مشكله هنا ان السنغال عايزاك تهاجم بالظبط عشان تخلق مساحات، لانهم عندهم السرعات والمهاره الاساسيه جامده جدا أوي. فهو عايزك تهاجم، وانت ما بين تهاجم وتامن، مش معقوله هتفضل تامن تحسبا للماتش اللي بعده. هو معادله صعبه يعني. عشان كده احمد انا بقول لك المباراه دي مباراتين تكتيكي على اعلى مستوى. صح ايوه. واحنا زي ما حشيش قال الجانب التكتيكي في التلت الهجومي غير واضح. فمحتاجين ان احنا نتلم عشان نعمل جمله في كلمه. كابتن ماهر هي قصه مدرب بجد ولا هي امكانيات الجيل؟ لا مدرب مع امكانيات الجيل. يعني الاثنين مكملين لبعض. قلت لك نسبه المدرب ممكن تبقى 60%، اللعيبه مثلا 40%، وكمان اللعيبه احمد لازم تساعد. خد بالك يعني انا هعكس يا احمد. اتفضل. 60% لعيبه و40% مدرب 60% لعيبه. الناس اللي بتلعب في الملعب ده ملوش علاقه خالص بامكانيه فكره ان احنا نقدر ولا ما نقدرش. لا احنا كلنا ثقه طبعا في اولادنا، وقلت دايما ان الرهان دايما على الروح، لكن نفسي بقى اللي بيبصوا للامور واللي عندهم نظره مستقبليه انه المواقع تختلف، انه اشوف القوه واشوف السرعه واشوف المهاره واشوف الامكانيات العظيمه اللي بنتكلم عليها في دول افريقيه ما لهاش لا امكانياتنا وما عندهاش تاريخنا وما عندهاش شخصيتنا تتمتع بيها، نشوفها كمان في اولادنا. وده ما بيحصلش بقى في يوم وليله ولا هيحصل في الأربعين يوم اللي قبل مواجهه السنغال، لكن ده محتاج تخطيط ومحتاج رؤيه، محتاج ناس تشتغل سنين عشان تجهز منتخب مصر اللي رايح يلعب في كاس العالم 2026. مش هقول لكم 2030، لكن نقدر ونشتغل. وواثق تماما انه دايما عندنا الخامه، الماده الخام موجوده، لو دورت وبصيت وطلعت هتلاقي دايما المصري متألق ومتفوق في كل مكان. المهم تشتغل عليه وتوفر له الامكانيات اللي تمكنه دايما من وتلعبه في مكانه كل التوفيق للاهلي باذن الله. ان شاء الله الحلقه اللي جايه من السادسه نكون بنحتفل ببرونزيه جديده باذن الله. ان شاء الله في تاريخ وفي دولاب بطولات النادي الاهلي، وان شاء الله كل التوفيق لمصر اللي مش هسيبها على مدار ال 40 يوم. منتخب مصر حاضر معانا دايما في السادسه. واسمحوا لي قبل ما اختم اشكر ضيوفنا ونجومنا كابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام، شرفتونا ونورتونا النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل على شاشه الاهلي.